بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة عاشر متقدم معانا اليوم الدرس الأول في المجموعات أو نظرية المجموعات. بنحكي فيها عن نواتج التعلم، تعريف المجموعة، عدد العناصر الرئيسية للمجموعة، تصنيف المجموعة. بداية نتكلم على المجموعة وبنحكي عنها. المجموعة جاية من كلمة تجمع، تجمع من الأشياء، تجمع من العناصر، بس بشرط إنها محددة تحديد تام، ما فيش أي وجهات نظر فيها، ما فيش اختلافات فيها. زي إيه كده؟ لما بنيجي نحكي على أحرف اللغة العربية بنقول إن هي 28 حرف ما بتتغير، هم 28 هيظلوا 28، ما بيحصلش فيهم تغيير. بنيجي نحكي على أيام الأسبوع، أيام الأسبوع السبت الأحد الاثنين الثلاث قد الجمعة، 7 أيام ما تتغير. الشهور الميلادية أو الشهور الهجرية ما بتتغير، الشهور هي نفس الأسماء ما بيحصلش أي تغيير عليها. بنيجي هنا نشوف، جرب رقم 1، اكتب مجموعة أسماء الشهور التي تنتهي بحرف الواي في اللغة الإنجليزية. إذا ربطنا الرياضيات باللغة الإنجليزية وسألنا على ما أسماء الشهور الميلادية باللغة الإنجليزية، فبيتكلم على شهر يناير فبراير، بيقول عليه جانيوري فبراير مارش أبريل، ال 12 شهر بنفس الطريقة. فهو بيسألني على شيء محدد هنا، بيقول لي بتنتهي بحرف الواي. طيب تنتهي بحرف الواي، أول شهر عندي شهر جانيوري، أنتم أشطر مني كتير في الإنجليزي فتقدروا تحددوا بالضبط، وبأسرع مني كمان، جانيوري فبراير مارش، لا مارش ما ينفع تكتب، أبريل لا ما ينفعش، ماي جون جولاي. بنشوف كده شباب، أول شهر عندي جانيوري حرف الواي في الآخر، حرف الواي فبراير ماي جولاي. يبقى عندي هنا 4 أشهر بتنتهي بحرف الواي في اللغة الإنجليزية، مفيش حد هيختلف فيها، مفيش أي وجهات نظر، هم الأربعة دول بس. ليه؟ لأنه حدد لي شرط معين قال لي فيه تنتهي بحرف الواي. إذا وضع شرط آخر بنفذ الشرط الآخر على حسب هو ما بيطلب مني في السؤال. بعد كده بشوف المجموعة اللي عندي ديت أنا عايز أعبر عنها، عايز أكتبها، وأنا بأكتب المجموعة ديت صح. لما أنا حددت المجموعة دلوقتي بيسألني على التعبير عن المجموعة، طريقة التعبير عن المجموعة، فبيقول لي اكتب كل مجموعة باستخدام طريقة ذكر العناصر، ثم اكتب وصفا بديلا واحدا على الأقل لكل مجموعة. طريقة ذكر العناصر احنا بنسميها طريقة القائمة، طريقة الليست أو القائمة، أو بنسميها ذكر العناصر. يعني بكل بساطة هأكتب الأرقام أو العناصر الموجودة عندي، هأكتب العناصر الموجودة أو الأرقام الموجودة بين قوسين، شكل القوسين إيه؟ بالشكل ده. وبأكتب، بيقول لي الأعداد الطبيعية الزوجية، زوجية يعني بتقبل قسمة على 2، وبيبدأ من كام؟ من العدد 80، بدايتنا عند 80، بعد كده 81؟ لأ 82، 83؟ لأ 83 عدد فردي، كل مرة بزود 2. طب لحد فين يا أستاذ الأرقام دي كده؟ هو بيحكي لي من إلى، من 80 يعني 80 موجودة معانا، إلى 90 يعني 90 برضو موجودة معانا. العناصر اللي كتبتها بكتب كل عنصر على هيئة قائمة، 80 82 84 86 88 89 90. عندي هنا 6 أرقام وبين كل رقم والتاني أو كل عنصر والتاني فصلة، وبعد كده بأرمز بحرف أبجد كبير وليكن حرف الأي. بعد كده بيتكلم على مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية، الفردية تاني مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية الأكبر من 10. وهنا بنسأل سؤال، إيه هي الأعداد الفردية؟ الأعداد الفردية اللي هي بتقبل القسمة على 2 لكن الباقي لها 1. زي مين كده أستاذ؟ زي العدد 5. العدد 5 هل يقبل القسمة على 2؟ هو يقبل القسمة على 2، يطلع الناتج 2 لكن فيه باقي 1. طيب عدد زي 17 تقبل القسمة؟ أيوة تقبل القسمة على 2، بيطلع الناتج 8 والباقي كم؟ والباقي 1. طيب العدد 12 هل ده عدد فردي ولا زوجي؟ بقوله إن هو عدد زوجي. ليه عدد زوجي؟ لأن بيقبل القسمة على 2 ويطلع الناتج 6 بدون باقي. كده أنا عرفت أحدد يعني إيه عدد فردي ويعني إيه عدد زوجي. طيب هل هو طلب الأعداد الفردية كلها؟ لا، بيقول لي أكبر من 10. طب مين اللي أكبر من 10؟ اللي أكبر من 10 العدد 11، بعد ال 11 فيه العدد 12 و13 و14،
لكن دي أعداد طبيعية فقط. هو بيقول لي أعداد طبيعية فردية. يعني إيه فردية؟ يعني كل مرة بزود اتنين بالشكل اللي احنا كتبنا ده. طب هل أنا أستاذ أقدر أحدد نهاية الأرقام ديت؟ لا، ما أقدرش أحدد نهايتها، وبأرمز لها بأي رمز، إيه كابتل أو بي كابتل أو سي كابتل، على حسب الإيه الرمز الموجود عندي أو اللي بختاره. سألني قال لي أكتب وصفا بديلا. وصفا بديلا يعني عايز يعبر عن المجموعة اللي مكتوبة ديت مثلا كده بصورة لفظية أو أي شكل. فأنا بقول له مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية من 80 إلى 90 اللي هي عبارة عن الأعداد الزوجية، ها، الأعداد الزوجية المحصورة بين 79 و 91. نعبر عنها الأعداد الزوجية المحصورة بين 91 و 79. ليه؟ قبل 80 فيه رقم اللي هو 79، وبعد 90 فيه رقم آخر اللي هو 91. فأنا بعبر عن السؤال وأقول له هي أعداد زوجية محصورة بين 79 و 91. طب نفس الشيء هنا يا أستاذ، أنت بتحكي عن الأعداد الطبيعية الفردية الأكبر من 10. أيوة الأكبر من 10. طب لو أنا قلت الأكبر من 11 أو تساوي 11، الأكبر من 11 أو تساوي 11، بمعنى أن الـ 11 هتكون موجودة معانا. لو قلت هنا في السؤال الأكبر من 11 يبقى هبدأ بالـ 13 و 15 و 17، لكن بزود معاهم أقول أو تساوي 11، يعني الـ 11 بتنضم إلينا في السؤال. يبقى أنا عبرت بأسلوب آخر، وتقدر أنت برضو بأي أسلوب تعبر عن التمرين الموجود معانا. بعد ما بعرف طريقة التمثيل وطريقة التعبير عن المجموعة، بيتعامل بعد كده مع رمز جديد اسمه رمز الانتماء. رمز الانتماء بيدل على ان العدد ده موجود داخل المجموعة ولا مش موجود داخل المجموعة. بنيجي نبص على التمرين رقم 3، بيقول لي حدد ما اذا كانت العبارات الاتية صائبة ام لا. بيسأل على شهر يوليو وبيقول لي ينتمي. اولا رمز الانتماء، رمز الانتماء لما باجي اتعامل معاه هو بالشكل ده. على سبيل المثال نقول العدد 3 ينتمي إلى المجموعة 1 و3 و7. إيه معنى ينتمي؟ يعني موجود، موجود داخل المجموعة، متضمن في المجموعة. 3 موجودة جوه الإيه المجموعة دي. طب هل العدد 5 موجود من ضمن الأرقام اللي عندي دي؟ تقول لي لا يا أستاذ لا ينتمي، 5 لا ينتمي لنفس المجموعة. يبقى الانتماء معناه إن العنصر موجود أو مش موجود. بدأ لي هنا بأول سؤال، يوليو ينتمي إلى إيه؟ مالها المجموعة إيه؟ مجموعة أسماء الشهور بين يوم الأم واليوم العالمي للتحصين. وهنا السؤال ده بيعتمد على ثقافة الطالب والمعلومات العامة اللي بيحصل عليها ذاتيا من خلال المواقع الإنترنت أو الثقافة العامة، إن بيكون عارف إن يوم الأم اللي هو مقصود به يوم 21 مارس، 21 مارس يوم الأم، واليوم العالمي للتحصيل، التحصيل الدراسي، ها، التحصيل اليوم العالمي بيكون يوم 8 سبتمبر. طبعا في ناس ممكن تكون اول مره تعرف المعلومه ديت، ها، يوم الأم يوم 21 مارس، واليوم العالمي للتحصيل بيكون يوم 8 سبتمبر. هو بيسألني على اسماء الشهور بين هذين اليومين، يعني بين شهر مارس وبين شهر سبتمبر. بين شهر مارس اللي هو شهر مين؟ ها، شهر أبريل وشهر مايو، ها، يونيو أو يونيا، ها، شهر يوليو وشهر، ها، أغسطس، وبعد كده شهر سبتمبر. طيب هل شهر يوليو موجود ضمن المجموعة؟ هل هو أحد العناصر؟ أيوة فعلا هو أحد العناصر، فعلا المجموعة إيه عبارة عن العناصر ديت، واليوليو أحد العناصر. خلاص يبقى إجابتي على السؤال الأول هل ينتمي؟ أيوة نعم ينتمي، عبارة صائبة، فعلا بينتمي للشهور، بينتمي للمجموعة اللي أبريل ومايو يونيو ويوليو وأغسطس. تاني شيء هنا بيسألني على، بيقول لي العدد 21 بينتمي للأرقام، فبيرد واحد بسرعة يقول لي 2 5 8. كل مرة بزود كام في السؤال هنا يا أستاذ؟ تقول لي كل مرة بزود 3. يعني كل مرة زود 3؟ يعني 2 5 8 11، ها، نزود 3 عليها كمان، نزود 3، ها، أيوة. طب كفاية الأرقام دي، تعال نسأل نفسنا سؤال، العدد 21، أيوة 17 20 23، هل ال 21 موجود ضمن التمرين؟
هل الواحد وعشرين بينتمي للمجموعة اللي عندي دي؟ فكلنا بنرد ونقول لا ينتمي يا أستاذ، هذه عبارة خاطئة. ليه عبارة خاطئة؟ الواحد وعشرين لا ينتمي للمجموعة، لا ينتمي لمجموعة العناصر الموجودة عندي. أخيرا بيقول لي صقرة، كلمة صقرة واجب يكتب عليها لا ينتمي إلى صاد وقاف وراء. صقرة عبارة عن كلمة، كلمة واحدة اسمها صقرة. أما المجموعة اللي عندي صاد وقاف وراء دي حروف، الكلمة ما لها علاقة بالحروف. أيوة فعلا الحروف دي بتكون كلمة صقرة، لكن هو بيسأل سؤال تاني بيقول لي هل كلمة صقرة موجودة ضمن العناصر اللي عندي دي؟ فقول لا، العبارة دي خاطئة. خاطئة يعني ايه؟ يعني هو لو كتب صقر ينتمي إلى المجموعة هقول له لا لا ينتمي. طب هل هو فعلا في السؤال كاتب صقر ينتمي ولا كاتب السؤال بطريقة تانية؟ ها كله يركز معنا في الخدعة دي. ايه الخدعة الموجودة عندي؟ بيقول لي صقر لا ينتمي، صقر لا ينتمي. خلاص يا أستاذ يبقى ما ينفعش أكتب خاطئة، أقول صائبة. لماذا العبارة صائبة؟ تقول لي فعلا لأن الصقر عبارة عن كلمة، والكلمة غير موجودة هنا، غير موجودة في العناصر اللي عندي. العناصر اللي عندي حرف الصاد لوحده وحرف القاف لوحده وحرف الراء، لكن كلمة صقر غير موجودة في الايه، في المجموعة اللي معانا. بعد ما بعرف الانتماء وحدد هل العنصر موجود او مش موجود، بادخل على شيء اخر اسمه طريقة التعبير عن المجموعة باستخدام طريقة اخرى اسمها الطريقة الوصفية. الطريقة الوصفية بكل بساطة بأوصف الشكل اللي معايا، بأوصف المسألة، بأوصف المجموعة. يعني ايه بأوصف المجموعة؟ يعني بعمل هنا عبارة لفظية قصيرة جدا بتصف الحال اللي موجود عندي. فبيقول لي استخدم الطريقة الوصفية لوصف المجموعة ايه التي تتضمن الأعداد. هل الأعداد دي أعداد طبيعية؟ لا، الأعداد الطبيعية ما فيها أعداد سالب. امال دي الأعداد ايه؟ الأعداد الصحيحة. يعني دي مجموعة ايه؟ مجموعة أعداد صحيحة. الأعداد الصحيحة اللي عندي دي كده بتبدأ من كام؟ تقول يا أستاذ بتبدأ من العدد سالب 3. مجموعة الأعداد الصحيحة ها من أول رقم عندي هنا على اليسار ها سالب 3 إلى آخر رقم كام؟ تقول لي 3. خلاص أنا كده الحمد لله قدرت أعبر عن المجموعة بالشكل اللي احنا كاتبينه ده، مجموعة الأعداد الصحيحة من سالب 3 إلى 3. لو حبيت أعبر بطريقة تانية فبقول له ايه؟ بقول له هي مجموعة الأعداد الصحيحة المحصورة. مين اللي قبل السالب 3؟ ها سامح حد يقول لي اللي قبل السالب 3 كان العدد سالب 4. طيب مين اللي بعد الثلاثة؟ اللي بعد الثلاثة مباشرة العدد 4. يعني أقدر أكتبها بطريقة تانية؟ أيوة أكتب كده ها مجموعة الأعداد الصحيحة المحصورة ها بين كم وكم؟ اللي محصورة بين السالب 4 والعدد 4. طب إيه رأيكم لو عبرنا كمان طريقة وكمان أسلوب؟ ها حد يقول لي هي مجموعة الأعداد الأكبر أو التي تزيد الأكبر من سالب 4 وأقل من ها العدد 4. إجابة صح ولا لا؟ إجابة أيضا صحيح. هي نفس المعلومة لو قلت المحصورة بين سالب 4 و 4، هي نفس المعنى لو قلت أكبر من سالب 4 وأقل من 4. طب واحد تاني يقول لي الأكبر من سالب 3 أو تساوي سالب 3 وأقل من 3 أو تساوي العدد 3. يبقى أنا ممكن أعبر عن المجموعة اللي قدامي بأكثر من طريقة وأكثر من أسلوب. تيجي نشوف مع بعض. جرب رقم 5. استخدم رمز بناء المجموعة. لا، رمز بناء المجموعة ده رمز جديد، ده شكل جديد، ده طريقة تانية. لا مش طريقة تانية، دي طريقة تالتة. عندي أول طريقة تعاملت معها طريقة ذكر العناصر، طريقة الأولى. طريقة التانية طريقة الوصفية، أوصف الشكل اللي عندي. بعد كده عندي شيء اسمه رمز بناء المجموعة. يبقى ثلاث طرق للتعبير عن المجموعة اللي عندي دي. الطريقة الأولى ذكر العناصر اللي هي القائمة، وبعد كده الطريقة الوصفية، وبعد كده رمز بناء المجموعة. رمز بناء المجموعة بيعتمد على إن بأضع حرف أبجدي وليكن حرف الكي، وبقول لي تحتوي المجموعة كي على العناصر اللي هي 18 و16، تبدأ من عند العشرة هنا. فأنا بعمل رمز المجموعة عادي خالص، وهأكتب جواه حرف الإكس. قال له إكس حيث إكس بينتمي إلى الأعداد اللي معايا هنا اسمها أعداد زوجية. العدد الزوجي بالإنجليزي اللي هو حرف الإيفن أو كلمة إيفن، ها إيفن يعني زوجي.
اختصارها اي. كمان عندي عدد فردي ها اد مرموز له بحرف الاو. طب افرض يا استاذ انا كتبتها بالعربي. يعني ايه كتبتها بالعربي؟ يعني بدل ما اكتب ينتمي الى اي كتبتها ينتمي الى زوجي الاعداد الزوجيه عادي ما فيش اي مشكله. طيب هو بينتمي للعدد الزوجي وفي نفس الوقت اكبر من مين اللي قبل التسعة العشرة هنا؟ مين قبلها؟ قبلها العدد 9. مين بعد ال 18؟ تقول لي العدد 19. فانت هتحكي عندي هنا تقول لي اكس حيث العمود الرأسي ده بسميه كلمة حيث اكس حيث اكس ينتمي الى اي للعدد الزوجية و اكس اكبر من 9 و اكس اقل من العدد 19. بالشكل ده انا قدرت ارمز للمجموعة اللي عندي برمز اسمه رمز بناء المجموعة. يبقى اكس حيث اكس بينتمي للعدد الزوجية وفي نفس الوقت اكبر من العدد 9 واقل من العدد 19. طيب اذا سمحت طالب من الطلاب يقول لي يا استاذ هو انت ليه اخترت العدد 9؟ ما فيش اي مشكلة، لو انت حابب تكتب حل بطريقة اخرى هكتب اكس حيث اكس اكبر من العدد 8 واقل من العدد 20 لان بتكلم على عدد زوجية. تنفع الاجابة دي وتنفع كمان الاجابة ان انا ابدل واخليها 28. تحتوي المجموعة W على العناصر دنماركي وروماني. طبعا دنماركي وروماني عبارة عن جنسيات جنسية، فأنا بكل بساطة بكتب له رمز المجموعة وبأكتب هنا X حيث X ها جنسية أوروبية. طيب لو هو كتب أي شيء آخر، لو كتب مثلا أبوظبي وكتب القاهرة وكتب دمشق مثلا، بكتب له مجموعة جنسية عربية، بحدد له إيه على حسب المنطقة اللي بيكون موجود فيها. بكده عرفت أعبر عن رمز المجموعة أو رمز بناء المجموعة. طيب تيجي نشوف التمرين ده مع بعض. بيجمع الثلاث طرق، بيقول لي صمم المجموعة التي تضم العناصر 11 13 15 17 باستخدام، طبعا واضح إن هي عدد فردية. بيقول لي أول شيء باستخدام طريقة ذكر العناصر. هي طريقة ذكر العناصر بكل بساطة إنك تكتب العناصر بس وخلاص، وهي أصلا كانت مكتوبة ها، بأكتبها وخليها بين قوسين. تحب تكتب معاها رمز هنا اكتب معاها رمز أبجدي كبير حرف الـ A خلاص طريقة ذكر العناصر. طيب الطريقة الوصفية يا أستاذ لما بتيجي تعبر عنها بقول والله هي عبارة عنها مجموعة الأعداد الزوجية ولا الفردية ها، مجموعة الأعداد الفردية الأكبر ها من العدد 11 موجود عندي. مين اللي قبل ال 11؟ تقول لي العدد 10 أصغر منه. الأكبر من 10. طب لو كتبت بطريقة تانية قلت له الأكبر ها من أو تساوي 11، هل حد يقدر يقول لي الكلام ده غلط؟ لا ينفع برضه، عندنا في الرياضيات أي في حلول كتيرة بتنفع لنفس السؤال. أخيرا قال لي رمز بناء المجموعة. رمز بناء المجموعة X حيث X بينتمي إلى E ولا O؟ لا ينتمي إلى O الأعداد الفردية، ينتمي إلى الأعداد الفردية وكمان X بتكون أكبر من العشرة. بكده قدرت أعبر عن المجموعة اللي عندي على شكل رمز بناء المجموعة. بعد كده بيعطيني فكرة بسيطة كمان، يقول لي في شيء اسمه باستخدام ذكر العناصر اكتب مجموعة الأعداد الطبيعية الفردية. هو اللي حدد الأعداد الفردية اللي بأكبر من بين محصورة بين 50 و 500. 50 بعدها العدد 51 وبعدها العدد 52، بس 52 زوجي خلاص 53، بعدها ال 54 وبعدها 55 ها، كل مرة بزود 2. ايوه بتزود 2. طب هتظل تكتب كل الارقام يا استاذ؟ لا مش هكتب كل الارقام، بيكفي الثلاث نقاط. الثلاث نقاط اللي موجودة ديت كده احنا بنسموها علامة القطع. علامة القطع دي بتدل على ان لسه في ارقام، لسه في مجموعة ارقام موجودة عندي بس انا مش هكتبها. اكبر رقم عندي 500. مين اللي قبل ال 500 مباشرة؟ تقول لي اللي قبل 500 ها العدد 499 عدد فردي، وقبل 499 عندي العدد 497 ها، وبيكفي بقى الارقام اللي انا كاتبها. ولو حبيت اكمل ها 495 عندي كم رقم موجود؟ اتوقع اكتر من 450 رقم. هل انا هكتب 450 450 رقم نصهم بيكون عدد فرديه، هل انا هقدر اكتب الارقام كلها؟ لا، بيكفي الثلاث نقاط دول. يبقى الثلاث نقاط بيدلوا على ان لسه المجموعه مستمره، لسه في عناصر المفروض ان انا بكتبها، بس اختصارا للايه للوقت بكتب بعض العناصر وبضع ثلاث نقاط.
بعد كده بنتعامل مع رمز جديد او مجموعه جديده اسمها المجموعه الخاليه. المجموعه الخاليه يعني ما فيهاش اي عناصر، ها، بدون عناصر، عدد العناصر صفر. بيقول لي اي من المجموعات التاليه خاليه، اكس حيث اكس عدد طبيعي يقبل القسمه على 7. هي فين الارقام اللي تقبل القسمه على 7؟ اول رقم يقبل القسمه على 7 اللي هو 7، بعدها 14، بعدها 21، ها، كل مره بزود 7. طب هل الارقام ديت لها نهايه؟ لا، ملهاش نهايه. طب الارقام ديت مكونه من اكتر من عنصر، صح؟ طيب ما دام هي مكونه من اكتر من عنصر يبقى مستحيل تكون مجموعه خالي. يبقى انا اول مجموعه عندي هقول المجموعه ديت مجموعه غير خاليه، ده بسم الله ما شاء الله فيها ملايين الارقام. بعد كده بيقول لي انسان يعيش على كوكب المريخ، في محاولات للوصول لكوكب المريخ، بعضها بينجح وبعضها بيفشل، لكن التجارب لحد الان على مستوى العالم بتاكد ان ما فيش اي حد عايش على كوكب المريخ. في مظاهر للحياه على كوكب المريخ بدا العلماء يكتشفوها، لكن مش موجود اي انسان على كوكب المريخ، فبقول عليها ان هي مجموعه خاليه. بعد كده رمز جديد، رمز المجموعه الخاليه. قبل ما ننسى، احنا قلنا المجموعه الخاليه بدون عناصر. طب بدون عناصر لما باجي اعبر عنها تقول لي يا استاذ عندي الرمز ده دايره وخط بالشكل ده، بنسميه فاي. المجموعه الخاليه رمز فاي، واحيانا بنعملها قوس مجموعه لكن ما بيكونش فيه ارقام من جوه. دول الرمزين اللي بنعبر عنهم لما بنتكلم على المجموعه الخاليه. يبقى المجموعه الخاليه عباره عن فاي او قوس مجموعه بس ما فيش اي ارقام داخله. طب هل ده اللي حصل في السؤال؟ ده عامل قوس مجموعه وجواه داخله قوس مجموعه، يعني قوس مجموعه ومكون من عنصر واحد. عنصر واحد، ايوه موجود هنا عنصر، فين العنصر ده؟ العنصر اللي هي المجموعه فاي. يبقى في الحاله دي تقول لي المجموعه دي غير خاليه. لماذا غير خاليه؟ لان عندي مجموعه اسمها فاي تعتبر احد عناصر المجموعه. تتالف المجموعه زد من الاشخاص الذين يعيشون على الارض وتزيد اعمارهم عن 120 سنه. طبعا التمرين هنا بيحكي عن اشخاص عايشين وعندهم 120 سنه. حسب موسوعة جينيس أو الأرقام العالمية، أكبر شخص قدروا يوصلوا له أو يحددوه كان حوالي 108 أو 112 عام أو 112 سنة، وسجلوه داخل الموسوعة. ما حد قدر يوصل للرقم اللي موجود عندنا 120. ففي الحالة دي بنقول إن العدد ده أو المجموعة دي خالية. وإن كان رأيي الشخصي في التمرين، هو بيكتب لي هنا 120، ايوه 120، ربما يكون فيه فعلا لو يكون حد موجود 115 118 محدش يعرف. طب ايه المانع ان هو يكتب لي رقم هنا بدل 120 يكتب لي مثلا 180 مثلا، ها، يكتب لي رقم مثلا 150. بالطريقه دي بكون على جزم تقريبا يعني 100% او نسبه كبيره ان ما فيش حد يكون موجود. لكن 120، ايوه فعلا الموسوعه العالميه حددت ان اكبر رقم كان موجود كان شخص ياباني وكان عمره 112 سنه، واتوقع انه اتوفى من فتره بسيطه يعني. طيب يبقى هنا بقول له ان المجموعه ديت مجموعه خاليه. بعد كده بنتعرف على عنصر جديد اسمه العدد الرئيسي لكل مجموعه. العدد الرئيسي لكل مجموعه بيحكي عن، عايز يعرف عدد الارقام اللي عندي، عدد العناصر، ايام الاسبوع هما 7 ايام، شهور السنه 12 شهر، فصول السنه المناخيه 4 فصول. طيب هنا 1 2 3 4 5، كم عنصر موجود عندي يا استاذ؟ تقول لي والله عدد العناصر اللي موجوده عندي 5 عناصر، عدتهم طلعوا 5. طيب هنا اكس حيث اكس بينتمي الى اي احنا حددناه اللي هي ايفن، ها، الى العدد الزوجي، بيقبل القسمه على 2، اكبر من 15 واقل من 31. اكبر من 15 ايوه اللي هو العدد 16، وكمان معانا العدد 18، ها، نقدر نكمل؟ ايوه نقدر نكمل. 20، ها، كل مره بزود 2. ليه وقفت يا استاذ؟ ليه وقفت عند 30؟ لان هو قال لي اكبر من 15 واقل من كم؟ اقل من 31، يعني محصور بين الرقمين دول، يقع بين الرقمين. طب نعد مع بعض، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 عناصر موجوده عندي، فبكتب له ان بي بيساوي 8.
بكل بساطة بعد الأرقام وأشوف الناتج اللي معاه. هنا في خدعة بسيطة، سي بيساوي شيفروليه. شيفروليه أحد ماركات السيارات. سامع حد هيبدأ يقول لي ها حرف الشين واحد، الياء اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يطلع الأرقام سبعة ويطلعهم ثمانية. فبرد عليه بكل بساطة وأقول له هنا عدد العناصر يساوي سبعة ولا يساوي ثمانية؟ لا، عدد العناصر هنا بيساوي واحد فقط. لماذا واحد فقط؟ لأن دي عبارة عن كلمة واحدة، كلمة واحدة، ماركة واحدة موجودة عندي، نوع واحد موجود عندي، ما فيش أنواع تانية. فبتقول عدد العناصر كام؟ واحد. أمال أنت بتعد الحروف ليه يا أستاذ؟ لا، ما ينفعش أعد الحروف هنا، ما ينفعش أعد الحروف، لا يصح ان انا اعد الحروف. انا بقول هي عبارة عن كلمة واحدة او عنصر واحد بس موجود عندي. بعد كده بندخل على تصنيف العدد او تصنيف المجموعة ما بين مجموعة منتهية ومجموعة غير منتهية. فبيقول لي مجموعة منتهية يعني لا عدد عناصر محدد. بيبدأ الاول ويقول لي مجموعة بي هي مجموعة الاعداد التي تتضمن مضاعفات العدد ستة. مضاعفات العدد ستة يعني اللي بتقبل القسمة على الستة، اللي هي الستة وكمان الاثناشر ومعايا التمنتاشر. ها، كل مرة بزود ستة. لما كل مرة بزود ستة فدي اسمها مضاعفات العدد. مضاعفات العدد اللي عندي بتقبل القسمة على ستة. طب هل أنا أقدر أعد الأرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة أستاذ ده المجموعة دي مش قادر أوصل لنهايتها. فتقول لي يا أستاذ مجموعة غير منتهية، ما اقدرش اوصل لنهايه المجموعه. علشان كده انا حطيت ثلاث نقاط. وليه هم الثلاث نقاط؟ ثلاث نقاط بيدلوا على ان المجموعه دي مجموعه غير منتهيه. بعد كده اكس، حيث اكس هو عدد المجلس الوطني الاتحادي. طبعا لما باجي احكي على اي مجلس، مجلس نواب او مجلس شيوخ في امريكا او اي مجلس، بيكون له عدد محدد. فالعدد المحدد ده عدد خمسه، عدد مئه، عدد الف، ايا كان العدد. فبقول المجموعه ديت مجموعه منتهيه، محدد لها رقم، لها رقم محدد. طيب استاذ لقيت الثلاث نقط خلاص اكتب عليها غير منتهيه؟ لا، صبرا. ها، 3 6 9، لكن في نقاط وفي نهايه هنا ولا لا؟ في نهايه. النهايه هنا عند مين؟ عند ال 24. يعني لك بدايه ولك نهايه. فتقول لي في الحاله ديت المجموعه دي منتهيه. طب لو انا حبيت اعرف عددها عادي، 3 و6 9 12 15، كل مره بزود 3 لحد ما اشوف عدد العناصر اللي عندي، بلاقيهم ان هم 8 عناصر موجودين عندي في التمرين، فبتكون مجموعه منتهيه. اخيرا بيسال على مجموعه كلمات المرور لاجهزه الكمبيوتر اللي هي الباسورد. كل كمبيوتر ليه باسورد مختلف عن الاخر. في الاف وملايين الكلمات وملايين المحاولات للفتح لأجهزة الكمبيوتر. فأنا هنا بقول له المجموعة دي غير منتهية، ما حدش يعرف عددها، ما نقدرش نحدد بالضبط هم كم رقم، هم كم باسورد موجود، ما نقدرش أحدد الأرقام بالشكل ده. آخر شيء بنحكي عنه مجموعة اسمها المجموعة المتساوية في تصنيف المجموعات. المجموعات المتساوية والمجموعات المتكافئة. وبنبدأ هنا كلمة متساوية بتحكي عن ان المجموعتين متشابهين 100%. تقول يا استاذ ايه بتساوي بي؟ معناها ايه؟ تقول لي نفس العناصر، نفس العناصر موجوده على اليمين ونفس العناصر موجوده على اليسار، نفس المجموعه، نفس العناصر موجوده عند الايه ونفس العناصر موجوده عند البي. زي مين كده يعني يا استاذ؟ زي ما نقول مثلا العدد 3 والعدد 5 والعدد 8، دول ثلاث ارقام وعندي مجموعه اخرى 5 و8 و3. ايه اللي حصل هنا؟ تقول لي هنا 3 موجوده، 5 موجوده، 8 موجوده. ففي الحاله دي تقول لي المجموعتين دول متساويين 100%. امال ايه حكايه المتكافئان ديت؟ متكافئان يعني المجموعتين نفس العدد، يعني يكون عندي 3 و5 مثلا و8 هيت المجموعه الاولى، والمجموعه الاخرى تكون عباره عن حرف الالف، حرف الباء، حرف الجيم. الا دي ارقام ودي حروف. ايوه عارف ان دي ارقام ودي حروف. الارقام هنا كم رقم؟ 3. الحروف هنا كم حرف؟ 3. تقول لي يا استاذ في الحاله ديت اسمها مجموعات متكافئه. يبقى الاولى متساويان، مجموعتان متساويتان، والتمرين الثاني متكافئتان. يعني اقدر افهم الكلام ده ايه؟ ان لو نفس العناصر تقول لي متساويه. طب نفس عدد العناصر، نفس عدد العناصر، نفس العدد، هنا ثلاث اعداد وهنا ثلاث حروف،
هنا خمس أعداد أو خمس أرقام، وهنا خمس حروف أو خمس كلمات أو خمس عناصر. تعال نشوف التمرين مع بعض. كاف لام باء قاف طاء ت مربوطة. هنا طبعا كلب قطة حروف يعني. طب أنا لما أجي أشوف هنا كاف، هل الكاف موجودة؟ هل اللام موجودة؟ هل الباء موجودة؟ ما دام مش موجودين يبقى هنا المجموعة دي غير متساوية. أمال المجموعتين دول عبارة عن إيه؟ واللي المجموعتين دول عبارة عن مجموعتان متكافئتان. متكافئتان يعني يا أستاذ متكافئتان، وهرمز لها بالرمز ده يساوي، أحط على شرط. متكافئتان يعني نفس العدد، نفس العناصر، نفس عدد العناصر، ثلاث عناصر وهنا كمان ثلاث عناصر. طب نبص هنا نشوف مطر، مطر عبارة عن كم عنصر؟ عنصر واحد فقط، كلمة واحدة بس. طب هنا ميم طاء راء كم حرف موجود؟ تقول لي موجود عندي ثلاث حروف. ثلاث حروف يا أستاذ يبقى كده غير متكافئان وفي نفس الوقت غير متساويان. أخيرا قاف لام باء، وبعد كده باء قاف لام. هنا ثلاث حروف وهنا كمان ثلاث حروف، ده نفس الحروف يا أستاذ موجودة، تقول لي يبقى متساويان. طب ده نفس العدد، تقول لي ومتكافئان. يبقى أنا أحيانا تكون المجموعتان متكافئتان يعني نفس العدد واختلاف العناصر، أحيانا بتكون متساويتان وفي نفس الوقت بتكون متكافئتان. ليه متساويتان؟ نفس العناصر موجودة. طب متكافئتان ليه يا أستاذ؟ لأن أنا عندي واحد اثنين ثلاثة وهنا واحد اثنين ثلاثة نفس العدد، ففي الحالة دي عرفت أحدد المتكافئان والمتساويان. أخيرا كم رقم شباب موجود هنا؟ 10 20 30. ثلاث أرقام موجودة؟ أيوة ثلاث أرقام موجودة، ثلاث عناصر موجودة. طب هنا كم عنصر موجود؟ تقول لي برضو ثلاث أرقام موجودة أو ثلاث عناصر موجودة. يعني في الحالة دي أقدر أقول إيه؟ تقول لي المجموعتين دول متكافئتان، مجموعتان متكافئتان. إيه السبب؟ تقول لي نفس عدد العناصر. متكافئتان برضو لما بتحب تحددها أو تعرف المجموعتين دول متكافئتان ولا لا، في شيء عندي في الرياضيات اسمه التناظر الأحادي. التناظر الأحادي في آخر تمرين معنا بيحكي عن تناظر واحد لواحد. يعني ايه واحد لواحد؟ وان تو وان، يعني كل عنصر ولاجي مقابل لعنصر آخر. يعني أنا عندي هنا شمال ها جنوب، دي المجموعة الأولى، شرق غرب أول مجموعة عندي، المجموعة الثانية ها شمس كتبتها تحتها هي، ومطر وثلج وبرد أو برد. طيب دلوقتي يا شباب كم عنصر موجود عندي؟ 1 2 3 4، أربع عناصر. طب كم عنصر هنا موجود؟ 1 2 3 4. ما دام نفس العدد، نفس العدد المجموعة الأولى، نفس العدد في المجموعة الثانية، ففي الحالة دي بقول له يا أستاذ هما مجموعتان إيه؟ متكافئتان. خلصت المسألة. لكن هو مصمم يقول لي بقى، يقول لي انا بعرفها عن طريق ان انا اوصل كل اتنين مع بعض. يعني الشمال بيصل للشمس والشمس بتصل للشمال، الجنوب يصل للمطر والمطر يصل للجنوب، ها شرق مرتبط او مقترن بالثلج والثلج مقترن بالشرق، غرب ها مرتبط برضو ها بالبرد، والمرتبطين الاثنين ببعض. في هنا تناظر احادي، ما دام انه تناظر احادي واحد الى واحد، في الحاله دي بقول عليهم مجموعتان متكافئتان. وبكده نكون حددنا وعرفنا بعض المفاهيم خاصه بالمجموعات من خلال تعريف المجموعه وعدد العناصر الرئيسيه وتصنيف المجموعه. وكنا ما جبتش كلمتين الاخرين.